أهلا بكم في فقرة وجها لوجه، نقاش نخصصه للمنطقة المغاربية، واليوم نتناول فيه الحكومة الجزائرية الجديدة. بعد أسبوع من المشاورات، حكومة عبد الملك سلال تبصر النور. حكومة تكنوقراط بعيدة عن التحزبات تستقبل 14 وجها وزاريا جديدا، وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر تضم 7 نساء. لكن ما هي أجندة هذه الحكومة، وهل هي قادرة على مواجهة تحديات العهد الرابعة؟ للحديث عن الموضوع معنا السيد حسن جيد، العضو في التحالف الوطني من أجل التغيير، والسيد محمد بن خروف، الناطق السابق باسم حملة الرئيس بوتفليقة في فرنسا. أهلا بكما. البداية معك سيد جيدل، كيف تنظر لهذه الحكومة؟ هذه الحكومة في الحقيقة لا حدث بالنسبة لنا. لماذا؟ لأنها جاءت استمرار لحالة الانهيار الذي تعيشه الجزائر منذ عدة سنوات. فلا جديد، الوزير السلال رئيس الوزراء الفاشل الذي لا يحسن أن يتكلم ويحسن شتم شعبه قد أعيد كرئيس للوزراء، والوزراء أعيدوا ولا نرى جديدا. وإضافة إلى أن الوزير في الجزائر ما هو إلا يسير الأمور شكلية، فالحكم ليس بيد الوزراء وإنما بيد جناح الرئاسة والمخابرات ممثلة في الدياراس، والآن فئة جديدة تعتبر من جماعة أصحاب الشكارة كما يقولون في الجزائر، وهم الذين كونوا أموالا طائلة في السنوات الأخيرة بطرق مشبوهة. إذن لا حدث بالنسبة للتحالف الوطني من أجل التغيير، إنها حكومة استمرار في الانحدار نحو المجهول. هذه الحكومة الجديدة. سيد بن خروف، هل يقتصر التجديد في هذه الحكومة على الشكل فقط؟ قبل أن أجيب على سؤالكم، شكرا على هذه الدعوة. لست موجود هنا كناطق باسم مترشح بوتفليقة أثناء الحملة، إنما كرئيس اتحاد الدولي للإطارات الجزائرية والكفاءات الجزائرية. السؤال الذي طرحته على زميلي، أنا أقول أن هذه الحكومة لأول مرة ربما منذ الاستقلال أو لثاني مرة نجد حكومة بهذا الشكل، 14 وزير جديد، 7 نساء وزيرات جديدات. هذا من حيث الشكل، من حيث المضمون تشبيب هذه الحكومة كلهم تكنوقراطيين، أغلبهم خريجي جامعات، وهذا مهم جدا، يعني لا ينتمون لا حتى ولا لحزب سياسي، انتمائهم الوحيد هو إلى هذه الجزائر العميقة، هذه الجزائر التي يريدون أن يحافظوا عليها، هذه الجزائر المستهدفة من طرف الكل. استمعنا منذ قليل للأخبار أو الأخبار الرئيسية التي تفضلتم بها، وقرأنا مقتل 12 إرهابيا بتم رصد، استهداف أو قتل 14 عسكريا في 19 أبريل بناحية القبائل، والإرهاب الآن ينتقل إلى المنطقة الجنوبية. الجزائر مستهدفة من طرف الجميع، وقلنا هذا أثناء الحملة الانتخابية، والشعب الجزائري لا يريد أن يرجع إلى الوراء، لأنه دفع الثمن باهظا ودفع الثمن غاليا. لا نريد أن نعود إلى الوراء وندفع الثمن غاليا. ولكن يعني في الحكومة الجديدة، الحكومة الجديدة اليوم عندها برنامج الذي تعهد به المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وهذا البرنامج يجب أن يرى النور في الواقع. لأن هذا الشعب ما هي مهمة هذه الحكومة؟ في مهمتها أولا في إصلاحات عميقة بالنسبة للتربية الوطنية، يجب إعادة الاعتبار للمدرسة الجزائرية، وعلى رأس هذه الوزارة الهامة الدكتورة المتخصصة في فلسفة التربية، متخرجة من جامعة فرنسية يعترف لها الكل بكفاءتها. ولكن هناك جدل أثير اليوم حول أصولها اليهودية، والجدل وما يمنع أنها جزائرية. إذا كانت تحترم الجزائر وتحترم الوطن وتحترم مكونات وهوية هذا الشعب وهذا الوطن، فلا نقاش في هذا. نعم، لا نقاش في هذا. أن تكون مسيحية أو تكون يهودية أو تكون، المهم أن تكون جزائرية.
وما يهمها هو الجزائر والشعب الجزائري. يجب أن نصل إلى أو نرقى إلى هذا المستوى من التفكير ومن الوعي. هذا من جهة. البعد الثاني هو أنه منح في هذه الحكومة وزيرا للشباب فقط. الحكومة السابقة كان وزير للشباب والرياضة، بينما هذه المرة وزيرا للشباب فقط. لماذا؟ لأنه تعهد بالنسبة للشباب أن يتكفل بهذه الشريحة التي تمثل 70% من غالب الشعب الجزائري، وأكثر من 60% منها ما دون 30 سنة. هذه فئة يجب الاستثمار فيها، وهذا الاستثمار لا يكون إلا بالتفرغ كليا إلى ما تحتاجه هذه الشبيبة من شغل، من سكن، من التكفل نهائيا بهذه الشريحة الاجتماعية. ويكفينا قولا الآن من أن هناك موظفون رقوا إلى مناصب وزير، أو يعني هذا خارج عن نطاقنا. ما يهمنا هو أن الجزائر مقبلة على عهدة جديدة، ونحترم القرار الذي أخذه الشعب الجزائري الذي صوت لمترشح، وهذا المترشح فاز بالانتخابات بنسبة ما يقارب 52%، 52% المشاركة، ما يقارب 78%، ووجدنا أن فرنسا يعني جاك شيراك كان 86%، أكثر من هذا. يعني هذا قرار الشعب الجزائري، وقرار الشعب الجزائري سيد، يجب احترام هذا القرار. الآن المعارضة الجزائرية، المعارضة في الجزائر يجب أن تلعب دورها الرئيسي. يكفينا من أن نقول بأننا معارضين، مهضومو الحقوق، ليس لنا حقوق. يجب على هذه المعارضة أن تتنظم، ويجب أن تلعب دورها إذا أرادت أن تحافظ على استقرار الجزائر، إذا أرادت أن تذهب بالجزائر بعيدا وتلعب دورها في تقدم الجزائر. سيد جدل، هل فوتت المعارضة فرصتها عبر رفض المشاركة في هذه الحكومة؟ عن أي معارضة نتكلم؟ يعني عن المعارضة الرسمية؟ المعارضة الرسمية كانت جزء من النظام، وهي الآن رفضت لأنها تريد التموقع من جديد، لأنها فقدت كل مصداقية. أما المعارضة الحقيقية فلم يكتب لها أن تحكم الجزائر، وليس مسموحا لها بأن تمارس السياسة في ظل هذا النظام. أعود إلى ما قاله الضيف الكريم. والله رأينا تشبيب لهذه الحكومة، وزير دفاع يتجاوز 82 سنة، شباب. هو يتحدث عن 14 وزيرا جديدا. أهم، نحن نعرف أن الجزائر يحكمها العسكر، وأنها بيد العسكر منذ أن ولدت الدولة الجزائرية بالاستقلال 82 سنة. عندما نقول أنها حكومة، ليست حكومة أحزاب. لا أدري أن نوارة جعفر من التجمع الوطني الديمقراطي، عبد السلام بوشوارب من التجمع الوطني الديمقراطي. عندما نقول حكومة إصلاحات، لا، حكومة إصلاحات. أنا سمعت سعداني الأمين العام لجبهة التحرير يقول إنها حكومة انتقالية. على كل، الحكومة هذه بدأت اليوم بفضيحة كبرى عندما نشر اليوم ما يملكه السيد عبد السلام بوشوارب من عقارات في باريس، ومصدرها مشبوه، وقد تم نشر هذا في جريدة موند أفريك التي يديرها نيكولا بو. إذن نحن أمام نظام يعيد نفسه عن طريق تغيير أسماء. هذا النظام قد غير وزراء وشبب منذ عدة سنوات، وهو يدخل الشباب ولا تغيير. لماذا؟ لأن الوزراء ليست لهم سلطة، والذين يحكمون زمام السلطة وهم جناح الرئاسة وجناح المخابرات ممثلا في الدياراس وجناح شكارة لا يريدون أن تتغير الأمور، لا يريدون أن تتغير الأمور. فالقول بأن الأمور ستتغير هذا وهم. نحن نقول إن التغيير يتم بتغيير طبيعة النظام، أن ننتقل إلى نظام يمثل إرادة الشعب. ولكن هم يريدون تغيير شيء محدد، هو التعديل الدستوري الذين يريدون الإعداد له. التعديل الدستوري من يقوم به؟ أن يقوم به برلمان فاقد للشرعية، ويقوم به رئيس فاقد للشرعية، وحكومة فاقدة للشرعية. فإنهم سيغيرون الدستور كما غيروه من قبل،
للاستمرار في الحكم. نحن لا نرى تغيير، وربما لا يغيرون الدستور. المهم تغيير الدستور لماذا؟ هل لمزيد من الحريات؟ لا، بالعكس، نحن رأينا كيف قمع المواطنون في غردايا وكيف قمع المواطنون في تيزي وزو. نحن نقول أيضا لحد اليوم كما قلنا وكررنا لحد اليوم، لقاء صحفي أو ندوة صحفية تستوجب قرارا يمضيه وزير الداخلية نفسه، وزير الداخلية نفسه، عفوا، يمضيه وزير الداخلية نفسه. الآن لحد الآن المظاهرات لازالت ممنوعة إلا في مناطق معينة. جمعيات أكثر من 250 جمعية لم يتم الاعتماد. الأحزاب سيد جيد، لكن قبل أن أعود لسيد بن خروف أريدك أن تجيب على السؤال الذي طرحه. نعم. سيد بن خروف، وهو لماذا المعارضة لا تسعى لتنظيم نفسها حتى الآن؟ الآن نقول إن المعارضة الرسمية قد نظمت نفسها في إطار، وهناك معارضة جزائرية، نحن جزء من هذه المعارضة. كوننا التحالف الوطني الديمقراطي، وهو ليس حزبا وإنما هو إطار للتشاور وإطار للحوار وإطار للعمل، لنعمل في الميدان قصد خلق قوى، ميزان قوى جديد لإجبار النظام على التغيير السلمي، ليذهب هذا النظام، ليكون النظام الجزائري نظاما مدنيا بالتمام وليس نظاما عسكريا. أن يرجع العسكر الفاشلون والمخابرات الفاشلون أن يرجعوا إلى ثكناتهم، وأن يكفوا على أن يكونوا بوليسا سياسيا، وأن يتدخلوا في شؤون الناس، وأن يتدخلوا في شؤون السياسة، وأن يلتزموا بما يترصد الجزائر من مخاطر. فرأينا أن هذا الجيش الذي يستهلك 12 مليار دولار سنويا، هذه السنة 10.8 مليار دولار، عاجز عن حماية حماية الجزائر، كما رأينا في تيكنتورين، وكما رأينا في جانفي 2014 عندما كشفت جريدة لومون عن الهجمة الإرهابية التي تمت من الحدود الليبية واستولي فيها على شركة، على عتاد شركة تابعة لسوناتراك. عندما يفشل هذا الأمن، هذا الجيش، ويفشل تفشل هذه المخابرات في فرض الأمن في منطقة صغيرة مثل غردايا، بل هؤلاء يحسنون قمع الناس، قمع المواطنين، مثل ما فعلوا في بجاية وفي تيزي وزو وفي غردية. إذن هذه المعارضة الرسمية قد أخذت شكلها وقالت كلمتها وقالت أما المعارضة غير رسمية غير المرخص لها، والتي تريد تغييرا حقيقيا للنظام وليس تغييرا في الأشخاص، فترفض إطلاقا. نحن لا نعترف بهذه الأجندة، لا نحن لا يهمنا هذه الحكومة ولا تغيير الدستور ولا غيرها، نحن نعمل في إطار آخر. عنها يا أخ حسين جدا. نعم. نحن نتعارف كثيرا. نعم. المعارضة التي تتحدث عنها، المعارضة الرسمية، موجودة في الجزائر وحاولت أن تنظم نفسها في الآونة الأخيرة. نعم. تمثل كم؟ تمثل 8 أحزاب رئيسية. كم تمثل بالنسبة للشعب الجزائري؟ هذا سؤال مطروح. المعارضة الغير الرسمية التي كنت تتحدث عنها والتي أعرفها جيدا أنا. نعم. كم تمثل هنا في الخارج؟ ومن ممولة من طرف من هذه المعارضة؟ أنا أجيب عن هذا. نعم. أنا أجيب. نعم. عن هذا. نعم. لهذا أنا أقول بأننا لا يجب أن نبيع أو نتاجر في الجزائر أو في حرية الجزائريين أو في قرار أو في أمن الجزائر. نعم. الديارات الذي كنت تتحدث عنها يا حسين. نعم. الديارات والمؤسسة العسكرية التي تملك الحمد لله، ربي هو اللي رزقنا والحمد لله، كان الخير بفضل هذا الجيش الوطني الشعبي وبفضل هذه المؤسسات الأمنية الديارات، الجزائر واقفة وتصمد اليوم أمام كل هذه المحاولات الاستفزازية ومحاولات زعزعة أمنها واستقرارها، سواء من الشمال، وحينما فشلت خطة الشمال أتوا الآن من الجنوب، وأنت تعرف الحدود الموجودة في الجزائر. هذا جواب كافي. الشعب الجزائري لا يريد، قلت، العودة إلى الوراء. نحيي تحية إجلال وإكبار لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي. أنا كنت في تيكنتورين في 24 أبريل بعد الحادثة. نعم. ورأيت أن هناك شباب جزائري يحرس الجزائر، شباب جزائري ينتمي إلى هذا الشعب. نعم. هذا الجيش الوطني الشعبي. نعم. جيش الوطني الشعبي. كم جزائري مات في تيكنتورين؟ أعطيني العدد. 42 كلهم. لا 42 كلهم. لا خطأ. لو احتر خطأ سيدي. أنت سيدي. من جبت المعلومات خطأ سيدي. اقرأ. ما نقراش. أنا راح تنفهم.
وشرحت ما رحت الثم شفتهم ثم وكاين لوحة ذكاري ثم والاجانب بعد الموجودين ثم يعني انتم بعد ما سمحت لي يعني والله سيد جيد وسيد بن خلف النقاش اليوم النقاش اليوم ليس عما جرى بل هو عن هذه الحكومة الجديدة التي لا نريدها في الجزائر هي المعارضة التي تأتي أوامرها من الخارج وأنت تعرفها جيدا وممولة من طرف أعطيني مثال يعني ولا لا نريد هل أنا جزء منها سيد جيدا وسيد سيد بن خروف عفوا سيد بن خروف وسيد جيدل اليوم تكلم عن التحالف الوطني من اجل نعم انا عرفتك في المعارضه هذه وين معارضه عرفت ان انت انا لا انتمي الى اي حركه سيد بن خروف وسيد جيدل يعني نحن لسنا هنا لنتبادل الانتهاكات سيد بن خروف لا سيد بن خروف انا لا اريد ان اقول هذا وادخل هذا لكن اقول انا مسؤول عما اقول انا هذا الشخص فهمت قد كان في جميع الحركات وكان مكلفا بأن يقول جاء ليقول مثل هذا الكلام وأتحداك في هنا فرنس 24 أن تأتي لسنا هنا لإطلاق التحديات الشخصية وليس لسنا هنا لإطلاق الاتهامات الشخصية سيد جيدل سيد جيدل النظام تتهمونه سيد جيدل سيد جيدل عفوا لسنا هنا يتهمون الناس بالعمالة وتتهمونهم بالمتاجرة بأموال الجزائر الجميع يتبادل الاتهامات في جميع الأطراف دائما نود أن نخلي النقاش من الاستفزازات سيد بن خروف سيد بن خروف وسيد جيدل أنا لا يمكننا الاستمرار في النقاش بهذه الطريقة سيد جيدل سيد جيدل سيد جيدل وسيد بن خروف لو سمحتم لو سمحتم عفوا لا يمكننا الاستمرار في النقاش بهذه الطريقة سوف نضطر للتوقف مع فاصل قصير ونعود بعد ثوان لمتابعة نقاشنا إذا نواصل وجها لوجه مع ضيفي حسن جيدل الأستاذ حسن جيدل عضو في التحالف الوطني من أجل التغيير وسيد محمد بن خروف رئيس الاتحاد الدولي للإدارات الجزائرية سيد بن خروف سؤال أخير لك هل الحكومة الجديدة قادرة على قدر التحديات التي تواجه الجزائر اليوم؟ هذا ما نتمناه وهذا ما يتمناه الشعب الجزائري وبالخصوص الشباب الجزائري الآن كل ما يمكن أن نقوله لهذه الحكومة الجديدة أن نتمنى لها التوفيق وأن تباشر عملها بكل يعني في أقرب الأجال وأن هذه الحكومة مجبرة على تقديم النتائج لأن لا المسؤولية ليست تشريف بل المسؤولية تكليف الشعب الجزائري ينتظر الكثير من هذه الحكومة ليست عابر سبيل إنما يجب عليها أن تجيب بما تعهد به رئيس الجمهورية ولهذا قل على عاتقها مسؤولية كبيرة من أجل تطبيق الإصلاحات والإفراغ من هذه الإصلاحات سواء كانت إصلاحات سياسية إصلاحات إدارية إصلاحات اجتماعية على كافة المستويات وهذا ما نتمناه ونتمنى لهذه الحكومة أن التوفيق في مهمتها سيد جيدل الختام معك هل هذه الحكومة قادرة على تطبيق برنامج بوتفليقة وعلى إرضاء الجزائريين لا أظن أنها تكاد تفعل شيئا لماذا لأن الوضع كلما مر الوقت ازداد الوضع تأزما وخطورة وستكون حكومة فشل ذريع كسابقاتها لماذا لأنها تعمل ضمن نظام فاسد إذا لم يحدث التغيير السلمي للنظام فإن الجزائر ستبقى تعيش هذا الانحدار نحو المجهول وهذا الفشل الذريع وهذه الأزمات المتتالية التي تهدد الجزائر وإذا كان هناك إرهاب يهدد الجزائر فإن هذا الإرهاب سببه فشل هذا النظام الذي عجز عن حماية الحدود رغم ما له من إمكانيات مادية هائلة لكنه نظام يحسن حراسة الشعب ويحسن عمل البوليس السياسي وخلق المتظاهرين وضرب البطالين عندما يخرجون للتظاهر سلمين ولكنه لا يحسن إطلاقا كما جاء في التقرير الذي قدمته السلطات النرويجية والاتحاد الأوروبي ليست إنه جيش أو نظام يفتقد لأي عقيدة عسكرية ولأي بعد
نظر. فنقول بدون تغيير سلمي للنظام يكون مصدرا حقيقيا، مصدره الحقيقي إرادة الشعب الحر التي يعبر عنها بكل شفافية وبكل ديمقراطية، فإن هذه الحكومة لن تكون إلا إضافة جديدة للفساد وللفشل. وقد رأينا أن هذه الحكومة قد افتتحت اليوم رصيدها بالسيد عبد السلام بوشوارب الذي اتهم هنا في فرنسا بما يملكه من عقارات يبدو أن مصدرها مشبوه مثل بقية الوزراء والمسؤولين. نعم، شكرا لك سيد حسن جيد العضو في التحالف الوطني من أجل التغيير، وسيد محمد بن خروف رئيس الاتحاد الدولي للإدارات الجزائرية. بذلك نكون وصلنا إلى ختام وجها لوجه. شكرا.